السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع ديال هذه الحلقة يتعلق بكيفية أخذ العينات ديال التربة باش نديرو لها التحاليل. التحاليل ديال التربة عندها واحد الأهمية كبيرة، خاصة في عقلنا التسميد، حيث تتمكن من النتائج المخبرية بمعرفة مستوى الخصوبة ديال الأرض ديالنا من أملاح معدنية كالأزوت والفوسفور والبوتاسيوم المواد الصغرى، وكذلك نسبة المادة العضوية فيها. بالإضافة للعناصر اللي ذكرنا، التحاليل ديال التربة تمكننا معرفة نسبة البي اش التربة أو الحموضة، نسبة الملوحة والبنية ديال التربة والنفادية ديالها. انطلاقا من هذه النتائج غادي نتمكنوا من التدبير الجيد للتربة ديالنا عن طريق تصحيح الخلل إذا كان بي اش أو لا نسبة الملوحة طالعة أو المادة العضوية ناقصة، وكذلك استغلال الإيجابيات واستثمارها فضلا عن عقلنا التسميد لمادة التربة بداك الشيء اللي تحتاجه دون تفريط، قد يسبب في الإخلال بتوازن أملاح معدنية وضياع في الإنتاج والمصاريف. قبل ما نبداو في الاخذ ديال العينات ديال التربه ديالنا، من الاحسن نقسموا الضياع ديالنا لوحدات متجانسه من حيث النوعيه ديال التربه. هذه النوعيه دي تتحدد حسب اللون ديال الارض والانتاجيه ديالها وطريقه السقي، واش الموضعي ولا الرطه، والميلان ديال الارض، وكذلك الزراعات اللي كانت فيها. وكل وحده من هذه الوحدات المتجانسه غادي تكون عندها تحليله خاصه بها. سنأخذ تقريبا 10 ديال العينات من كل واحدة متجانسة بالعمق من 20 حتى 30 سنتيمتر بالنسبة للتربة السطحية، ومن 20 حتى 40 أو من 30 حتى 60 سنتيمتر بالنسبة لتربة العمق. هذا الشيء بالنسبة للأشجار المثمرة. أما بالنسبة للزراعات الحبوب والقطاني والخضروات فنكتفي بأخذ عينات ديال 30 سنتيمتر فوقانية. خلال أخذ العينات خاصنا نبتعد عن المناطق اللي يلا درنا فيها لندري أو للغبار، وكذلك نحفز البساتين والضياعات باش ناخذ واحد الصورة واضحة وحقيقية على الأرض ديالنا وشحال فيها ديال الخصوبة والمعادن ديالها. على بركة الله أول حاجة تنحيدو هذوك الحشائش السطحية اللي تتكون تقريبا في واحد 9 سنتيمتر فوقانية ديال الأرض. مور هادشي تناخدو التربة السطحية لي تتكون تقريبا حتى العمق ديال 20 سنتيمتر، و تنديروها في واحد السطح محدد لي تنكونو رقمناه، تنديرو فيه اش واحد باش نعقلو عليه أولا واحد. ومن بعد تنحيدو ديك التربة السطحية لي كانت تقريبا حتى العمق ديال 20 سنتيمتر، تنحيدوها كلها و تنعزلوها، و تنعاودو ناخدو واحد التربة ديال العمق من 20 حتى 40 سنتيمتر، و تنديروها في السطح آخر لي كان لي تنكونو رقمناه، تنديرو فيه اش جوج أولا جوج. واحد الإشارة بغيت نشير ليها هي أنه ممكن نهزو حتى 30 سنتيمتر في العمق الأول ومن 30 حتى 60 سنتيمتر في العمق الثاني، هادشي على حساب التربة ديالنا والبنية ديالها. من بعد ما تناخذوا العينه الاولى تناخذوا عينه اخرى، هادشي باتباع واحد المسار يا اما على حساب زيكزاك يا اما دياغونال، يعني بالعرض ديال القطع الارضيه ديالنا، يا اما بشكل عشوائي.
تنكرروا هذه العمليه 10 ديال المرات باش نحصلوا على واحد العينه متجانسه تتمثل الحقيقه ديال التربه ديالنا. من بعد ما تنكونوا خدينا 10 ديال العينات في السطح يعني اش واحد و 10 ديال العينات في العمق اش جوج، تندوزوا الاش واحد تنخلطوا مزيان هذاك السطح اللي فيه دوك 10 ديال العينات ديال السطح، وتناخذوا واحد العينه متجانسه ديال تقريبا واحد 500 غرام وتنوضعها في واحد النيكا. من بعد هادشي تندوزو للسطح الاخر تنحركو مزيان، تناخدو واحد العينه كذلك هي 500 غرام وتنوطيوها تندورو فيها اش جوج اولا العقد الثاني. من بعد ما قدينا العينات ديالنا تنكتبوا المعلومات الاساسيه منها صاحب الضيعه، نوع الاغراس، نوعيه السقي والجماعه، وتنصيفطوا للمختبر في واحد الاجل ديال يومين او 3 ايام. الى فات هذا الاجل تنخليو العينات مهويين.